يا مرحبا بك على منتدى جماهير النادي الافريقي. شفنا حاليا صوت اول المخور كارثي بكل المقاييس امام النجم الساحلي الافريقي. وضعيه تاريخيه خلينا نقولوا، عمره ما وصلنا للحاله هذه في التاريخ الافريقي منذ تاسيسه. صحيح الكلوب من اياماتها معناها لعبت بلاسعه جرده ولعبت بملاعبيه نص كم كما قالوا المصاروه، وعمرها ما وصلت الجمعيه للوضع الكارثي اللي هي فيه. انا نحمل مسؤوليه كامله رئيس الجمعيه، رئيس الجمعيه حط ملاعبي، حط مسؤول اللي هو اسامه السلامي، لكان ملاعبي كبير ومن حركاته اللي يعمل فيها المنافع للاخلاق ظاهر اللي هو انسان بين قوسين معناها يعرفوا تاريخه الناس الكل، وفوق هذا الكل معناها خلاه يسول وجول ونحاها مع الاطار الفني معنا بالكوكي ثم رجعه هو كمنسق عام. اش تنتظر من مسؤول كما هذايا؟ الساعه ينحي دو زارير سونترو اللي كنا حاجتنا بهم في الكلوب كما بالقروي وكما البوسليمي، يمشي ويقعد يلعب يعاني المدرب كرول ويلعب في دو معناها زوز بيفوات في الماتش اللي فات خليل وش اسمه الدومي الاخر الاسمر اللي كاور توها الكارثه هذا اللي جاب ديارا هذا واحد مش ديارات هذا يعمل تي كاميرا هذا هو ديجا اسمه على جسمه يعمل الدياري ديارا الهانه والقود الجبان معناها حتى جوارات اللي يجري فيهم. شوف جوارات يجري الاسبيرونس وشوف ليتوال وشوف كلوب ساكسيان الجوارات اللي يجريو فيهم وشوف الكلوب الحثاله ملاعبي كيما هذايا ديارا ما عطاش باس صحيح على اساس جابوه وزيد الملاعب الاخر يزي اسامه السلامي يطرد زوز ملاعبيه نتاع المحور الدفاع ويجيب سيادته هذايا اللي كان من نيجيريا ويطلع عنده مشكله وما يخلطش الجمله معناها من اصلها خاربه. من بعد ما يتنحى واحد كيما وعيط الجمهور قبيله الكل منتصر الوحيشي منتصر الوحيشي بعد منتصر اللي شاد الكلوب وقف على ساقيها فهمتي يجي ويقول نرجع من غير حتى شروطات. يجي سليم الرياحي مش عاجبه قال لك لا ما يرجعش وما ثماش علاش فهمت الكلهم ما ثم المشكله الكلوب خايخه الجوارات اذا رجعوا في الفيستير ماهوش باهي ما تنجمش تعمل جمعيه كبيره. وزيد لونترونور اليوم عملها بالخل انت احسن لاعب عندك توا اللي مترشق نقولوا احنا بلغه الكوره مترشق الملاعب السرافي يحطه هو على البنك ليزي عكسه ليزي ليزربيتر كل ماتش نشوف واحد من قفصه بونتو معناها ما في حد شيء بالراس الدقيقه الاخرى شفنا بونتو مركاو في جرجيس معناها عامل خيمه في الديزيومتر بلا واحده اورجو ما في حد شيء في القروان الماتش اللي فات بيلانتي ما فيها شيء اليوم الميتون الاولاني مع ليتوال ايده محلوله وتتعطى البيلانتي زاد ما فيها شيء الكلوب تعاني من جميع هذا باش ما احنا معناها ما نرميوش خنارنا وعيبنا والاداء الكارثي على الـ على الـ على ليزربيتر لكن زاد ثم منظومه قاعده تحب الكلوب تدمرها. ثم احنا نعرفوا الكواليس ونعرفوا الجامعه وعمو 45 سنه واحنا في الصادات ونتبعوا ونشوفوا الكلوب ماشيه للهاويه. طول انا نتالم وما كنت جاي اليوم جيت على خاطر ولدي. انا نتالم وقت ما يركبوا للكلوب في اي في استاد من الصادات يعيطوا العام الجاي الشرفي. الكلوب اللي جابت عطوكا 8 تيتروات عمره 18 سنه واللي جابت الطاهر الشايب وجابت الخويني وجابت اعز جوارات عطاتهم للكيب ناسيونال يعيطوا لها العام الجاي الشرفي. بيان سور مادام سليم الرياح يحب وش على تعدى هذه الكلمه هذيا سليم الرياح جاء على غايات سياسيه يحب ياخذ مجلس تاسيسي فيه بزايد نواب ويحب ياخذ وزراء في الحزب نتاعو لا اكثر لا اقل لغايات سياسيه بحت وديجا قال انا في فيفري ماشي اسمعها ب 10 ملايين حبيناها في باله 10 ملايين باش يصوتوا له يطلع رئيس دوله وسي تري غراف اللي قاعد يصير في الكلوب والله اللي يقدر الاداء الكارثي هذايا باش يوصل ما يلحمد عقباه نجم تسير حتى تطيح الارواح قدام البارك ناس مقربعه ناس مزطله ناس محرشه يخافوا حتى على اولادهم وعلى عائلتهم. سي لطفي الحل شنو؟ الحل ترجع الوحيشي في اقرب وقت والجمعيه وقال لك نرجع. لونترونور كبير يقعد يخدم على روحه واللي ما عندهمش بلاصه في الكلوب سيف الدين الجزيري مع ماركه حتى بونتو الكره على السماء على الخط الاخر مش سمات الخط النهائي المرمى ما ماركيش اش يعمل الجزيري في الكلوب؟ اش يعمل سيف تقاف في الكلوب؟ اش يعملوا زوز قول كيما هذوما في الكلوب؟ زوز نص كم ما كانوا عمرهم ما كانوا قول زوز اش اسمه الشرفي خير منهم 10 مرات انا لونترونور بتاع ليكيب ناسيونال يراني فيه قال لي احسن جول في تونس عندكم ما كنتش تلعبوا فيه. لحو اللي يلعب علاش ما يكورش؟ خلص شنو صغير في الروضه عمره 18 19 سنه كور عطوك 18 تيتروات في الكلوب تتعاود ترتيب البيت تطيح من الاول وتعاود تبني انت ماكش تلعب على حد شيء لعب صغار عندك العيادي وعندك الوذرفي وعندك شو اسمه الجبالي وعندك جوارات هذوما الكل يلعبوا تو والصرار في لعب يا خويا انت ماكش تلعب على تيتر كان جاء الكوب جاء وبالكيب هذا مستحيل باش تاخذ كوب كان ما جاش يا خويا قسم على ربي تبقينا حاضر العام الجاي بالوليدات الصغار اللي عندك يا زينه يا خويا ناطر كملت يا ويلي يدعثر يجيب الشوط كوره يطيح
ناطر وهالريكروتمون اللي عملوهم هذوما الاخرانيين لعبوا وليداتك الصغار يا خويا. كارثه الكلوب ماشي للهاوي والحلول موجوده ويتنحى سلامي. اول حاجه تحب تعاود تبني من جديد نحي موفاز جران. هذا انسان زبرات سامحوني في الكلمه للجماهير الافريقيه. زبرات ما نجمش يكون مسؤول في الكلوب ويتحمل مسؤوليته هو سليم الريح اللي جابه واللي كوفري فيه ونحاه مع الكوكي وزاد رجعه. سي تري غراف اللي قاعد يعمل فيه. فما بيناتهم حاجه. انا نحط كداية في النار. ثم بين سليم الرياحي والسلامي حاجه مادام ينحيه ويعاود يرجعه هو برك ثم حاجه. ميرسي بوكو عاش النادي الافريقي.